دلوقتي جه ميعادنا مع أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله، خلينا نتابعها في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فبتوصل النيابة الإدارية فتح باب التقديم للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2022. وحددت الهيئة موعد التسجيل من خلال موقعها الإلكتروني اللي هيستمر لحد يوم 5 من شهر مارس المقبل. النهاردة هتنتهي المدة المخصصة لتسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة، على أن يتم استكمال تسليم الاستمارة الإلكترونية والأوراق المطلوبة للمدارس خلال الفترة المقبلة. النهاردة تستضيف جامعة القاهرة ندوة وحوار مفتوح حول الاستراتيجية الوطنية للشباب بقاعة الاحتفالات الكبرى ضمن فعاليات الموسم الثقافي للجامعة، وهتناقش الندوة الاستراتيجية الوطنية للشباب وأهمية المسابقات الرياضية والفنية والثقافية واكتشاف الموهوبين والمبدعين في شتى المجالات وتنمية مهاراتهم.